السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هاجر بيوتي. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقه عمل زيت لبان الذكر. زيت ممتاز والفوائد ديالو عظيمه بزاف، زيت اكثر من رائع. وسبق لي هضرت على الفوائد ديال لبان الذكر، الفوائد ديالو العظيمه، يعني زيت في المستوى صراحه غزال. كيعطي واحد النضاره، واحد الاشراقه للبشره، كيصفي البشره بزاف البنات. وهذا الزيت يمكن لكم تعملوها في الجسم ديالكم كامل، اي بلاصه بغيتوا تستعملوا فيها هذا الزيت، ما عنده حتى شي اعراض جانبيه. زيت ممتاز، الطريقه ديالو سهله وبسيطه، الفوائد ديالو عظيمه. كينقل كيصفي البشره، كيعالج المشكله ديال الاكزيما. الفوائد ممتازه ممتازه ممتازه. ما نطولش عليكم بزاف، خليكم معايا لتتمه الفيديو. على بركه الله، اول حاجه غادي ناخذ واحد معلقه كبيره ديال اللبان كما كتشوفوا معايا، وغادي نطحنو مزيان. نجيبو واحد الصفاي وغنكبو فيه داك البودره ديال لبان الذكر. انا ما محتاجه شي مطروفه، يبقاو قاصحين. نرد هذا هنايا. هانتوما البنات، هادي هي البودره ديال لبان الذكر او لبان الذكر كما كتشوفوا معايا بعد ما طحنتو. والفوائد ديال لبان الذكر ممتازه بزاف، سبق لي هضرت عليها في واحد الفيديو قبل من هذا على فوائد ديال لبان الذكر وشنو هما الفوائد العظيمه العظيمه ديالو. دابا غادي نجيب واحد القرعه بحال هادي، قرعه تكون ديال الزاج وضروري ما تكون معقمه البنات. الطريقه ديال التعقيم كتوضعوها في ماء مغلى وكتخليوها واحد 5 دقائق، من بعد كتحيدوها وكتنشفوها مزيان مزيان مزيان، ما تكونش فيها حتى شي قطره ديال الماء. والفوائد ديال هذا الزيت ممتازه بزاف للبشره، مغذي للبشره، كيحارب التجاعيد، كيحارب داك العلامات التعبيريه اللي كتكون في البشره. دابا غادي نضيف عليه الزيت ديال الاطفال، زيت ديال الاطفال. نتوما ضيفوا اي زيت بغيتو، زيت عاديه، زيت العود، نقطرت لي واحد شويه، الزيت العاديه، الزيت ديال العود. انا عندي هنا زيت ارغان، ضيفوا عليها زيت ارغان. بغيتو زيدوا زيت اللوز، بغيتو زيدوا زيت الكوكو، يعني نتوما حرين، اي زيت كان عندكم متوفر. غادي نضيف الزيت ديال الاطفال. هنا فضلت انني نضيف زيت الاطفال. ما غاديش نضيف بزاف البنات، هانتوما كتشوفو ماشي بزاف، غادي تخلطو مزيان. ضروري البنات ما تزيرو عليه مزيان، غادي تحكمو هكذا مزيان الغطا ديالو. غادي تجيب واحد الزلافه كبيره بحال هادي، وكيف ما قلت لكم ضروري تكون مزيره مزيان. غادي توضعوها هكذا في وسط الزلافه كبيره، وغادي تكبو عليه ماء مغلى كما كتشوفو معايا. غتحاولوا ما امكن ما توصلوش للغطا ديال القرعه هكذا البنات. غادي تجيبوا واحد بابي الومنيوم وغتغطيوه كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، تغطيوه مزيان وغتخليوه هكذا البنات حتى يبرد.
يعني غادي تخليوه حتى يبرد تماما. انتم البنات من بعد ما برد الماء مزيان كما شفتوا معايا، غتجيو البنات واحد السربيته بحال هذه، غتهزوا هاد القرعه وغادي تعملوها في واحد السربيته بحال هاد الشكل هذا كما شفتوا معايا، وغادي توضعوها في شي بلاصه يعني تكون في الظلام. تحتفظوا بها البنات لمده 7 ايام في الظل، يعني غتخليوها على هاد الطريقه هذه كما شفتوا معايا ملوي في هاد السربيته، ما حتفظين به في واحد المقطع اللي ما غاديش يكون فيه الضوء نهائيا يعني في الظلام المده ديال 7 ايام، وضروري ما تعملوها الطريقه. وفاش دوز 7 ايام عاد غادي تجبدوه وتصفيوه وتحتفظوه به، يمكن لكم تستعملوه ديك الساعه يعني صافي كيكون واجد معنا الزيت. انا هنا عندي وجدته من قبل، هذا الزيت ديال لوبان الدكار من احسن واجود وافضل الزيوت، ممتازه بزاف 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 للبشره للجلد كامل، تقدروا تستعملوه في اي منطقه في الجسم ديالكم فهو ممتاز بزاف. معايا البنات الطريقه سهله بزاف ولكن زيت عظيمه ممتازه بزاف البنات، غادي تقضي لكم ان شاء الله على التجاعيد وعلى المشكله ديال الخطوط التعبيريه اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنينا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد وصفات جديده وافكار جديده. خليتكم على خير والسلام عليكم.